اما هو يحظك مجنون. صوبت على جبل صبيح في بداية الأحداث، كنت واقف أنا والشباب، وفجأة صاروا يقولوا الشباب إنه الجيش قدم لها عنا، وبكيت بدي ألف وأشرد مع الشباب. أول ما لفيت تلقيت رصاصة متفجر أجت في الصخرة اللي جنبي، وجين الشظايا للها فيي، أجت شظية في خاصرتي وثلاث عند القلب، ومن أثر هذول الإصابات استأصلوا للطحال. أنا دخلت المستشفى وسويت عمليتين، أول عملية شلت فيها الطحال، وبعد يومين عملوا لي كمان عملية شلت فيها ثلاث شظايا قريبات على شريان في القلب. استئصال الطحال أثر علي إنه بطل عندي مناعة، ومطلوب إني أخذ دواء مدى الحياة، وعندي طعومات زي تعويض عن الطحال.